I am Ehsan Bösu. I am judo. زديت في مدينة ديال الرباط، كبرت مدينة ديال سلا. عندي 5 ديال خوتي، انا هو اللي قبل من الاخر، وبوسط عائلة اللي هي رياضية. دوزت الطفولة ديالي عادية بحالي بحال الدراري في ليكيب ناسيونال. كبرت في واحد الكارتي اللي شوية قاصح، صعيب شوية، مي تمكنت باش ندوز حياتي لي عادية، نتبع الجدو ديالي والقراية ديالي. واللي خلاتني نبعد على بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين. ورياضة الجدو مكتزينيش كرياضة اللي هي زعما عادية، رياضة اللي كنعشقها بزاف. بديت الجدو باش كانت في عمري 5 سنين، وبالنسبة ليا شي حاجة كثر من السبور. كنترينو مع ليكيب ناسيونال، كنترينو 2 حصات في النهار، والثالثة ديما كنزيدها مع الوالد، يعني كيكونوا ما بين 10 ديال الحصص في السيمانة، وهادشي كيتعاود كل سيمانة. ملي كنساليو لونطريمون ضروري كنديرو تندير بروغرام مع صحابي، حيت مايمكنش الحياة ديال جودو كتكون غير عايش غير بوحدك، ضروري تكون شوية مع صحاب، حيت تكونسونطري على شي حاجة غير باسكو مايمكنش توصل. مع صحابي نكتشف شنو كاين في المغرب وشنو كاين برا المغرب بزاف، ومغامرة ديما. من غير الجودو صحابي ديما خصهم يكونوا معايا يساندوني، وملي تطلع ليا المورال ديما. ملي نسير الكارير ديالي في الرياضة ديال الجودو، كنفكر نكون أسرة، وكنفكر ما تقطعش العلاقة ديال الجودو. كنفكر نكون كوتش باش نموتيفي الدراري اللي طالعين في هاد الجيل طالع ياك. الاولمبياد الحلم اللي هو ديال اي اتليت مغربي هنايا، كاين شي حاجه اللي هي واعره بزاف، اي واحد يبغي يجربها، يعني باغي نعيش داك الحلم انا ونمشي نشوف. I am Ehsan Bösu. I am judo.